الحياه ديال الشيخ السيد سيدي محمد الحبيب، العلم علم في القرويين، علم والولي. وثانيين عنده احباب وعنده فقراء وعنده زاويات 52 زاوية في الجزائر اللي ردها كلها فقراء وقاريين وكل شيء في شرق وغرب. وكان 360 طالب اللي خرجت منها، وكان رحمه الله 18 عام 10 عام، وكان درس في جامع الزيتونة، وكان يحضر على الدرس ديال سيدنا سيدي محمد بن يوسف. الشيخ سيدي محمد بن الحبيب الدرقاوي الأمغاري الحسني هذا من كبار رجالة التصوف، وهو دفين مكناس، هذا من كبار علماء المذهب المالكي أيضا، كان فقيها وكان مفسرا وكان رجل علم بامتياز، درس في القرويين ودرس في زاويته في مكناس. الرجل توفي سنة 1972 يعني، وكان معمرا عن سن نهز 100 سنة. ما خلفه الرجل في الحقيقة يحتاج إلى الكثير من الدراسات والأبحاث، لأن الرجل لا زالت يعني الدراسات لم توفي حقه بعد، لأن ما يعرف عنه أنه كان عالما وأنه نشر الطريقة في المغرب، ولكن القليل من المعلومات حول أن هذا الرجل هو الذي أوصل الطريقة الصوفية إلى يعني إلى العالم. فكان له مريدين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان له مريدين في بريطانيا، في جنوب إفريقيا، في دول آسيا، في الكثير من دول العالم. وكان صاحب علم وصاحب عدل وصاحب بركة وصاحب زاوية كبيرة داخل خارج كل شيء فيها، وكانت كذا من إسلاميين اللي سلموا على يده، منهم هذاك الحاج عبد القادر راه في جنوب أفريقيا دابا، 300 فقير اللي راهي عنده إسلاميين في جنوب أفريقيا، وثانيين في الإنجليز الزاوية، وثانيين في إسبانيا وفي العالم بعشره. الشيخ سيدي محمد بن الحبيب الدرقاوي أيضا أثر في الحياة الفكرية والحياة الثقافية والأدبية للمجتمع الغربي، يعني يمكننا في هذا السياق أن نستدل يعني ببعض شعراء أمريكا الذين تعتز بهم أمريكا، كالشاعر دانيال مور الذي توفي يعني منذ سنتين. هذا الرجل دخل الإسلام سنة 1968 على يديه، وكتب جل أشعاره بنبرة صوفية جديدة استمدها من الشيخ سيدي محمد بن الحبيب الدرقاوي، وكان يهدي كل دواوين الشعرية التي زادت عن 60 ديوان شعري كلها أهداها إلى الشيخ سيدي محمد بن الحبيب الدرقاوي. وحجابك الأعظم لمعناك بين يدي، اللهم الحقني بنسبه وحققني بحسبه. الذكر ديال الطريقة الحبيبية كان الذكر اليومي، كان الورد الشريف اللي تيتقرا اللي كيتعطى بالإذن من الشيخ أو المقدم المأذون، تيعطي الإذن للفقراء تيتقرا ذاك الإذن صباحا ومساء. وكاين الفحول من الفقراء اللي هما تيقراو الحافظة، تيقراوها حتى هي الحافظة يوميا، هي طويلة لأن الورد يقدر الإنسان يقراه في واحد نص ساعة الصباح، وفي نص ساعة مراسلة المغرب كذلك. عبدك زكريا عليه السلام، وانصرني بك لك وأيدني بك لك. الطريقة الدرقاوية أنا سمعت يعني من خلال أبحاثي ودراستي، سمعت الديوان الشيخ سيد محمد بن الحبيب الدرقاوي ينشد في جنوب إفريقيا، وينشد في ماليزيا، وينشد في يعني في دول مختلفة من أنحاء العالم، وهذا يدل على أهمية هذا الرجل وما قدمه ليس فقط للأمة المغربية، ولكن ما قدمه للفكر الإسلامي بشكل عام، بحيث أنه لعب دورا أساسيا خلال القرن العشرين في التعريف بالفكر الإسلامي، وفي جعل الأوروبيين يقبلون الإسلام ويتغير صورة
النمطية للإسلام في البلاد الغربية. عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه على الشكر وكلمات ربي التامات المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصف على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه على الشكر وكلمات ربي التامات.